الأهلي يتألق ويتقدم بهدفين الشوط الأول على فاركو لعلي، فاول من علي معلول وخطأ من شيكا حارس مرمى فاركو، استغلها محمود متولي وأحرز هدفا برأسه في المرمى الخالي، ثم كرة ولا أروع من حسين الشحات لمحمد شريف الذي أودعها بكل كفاءة واقتدار في مرمى شيكا ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعد شوط أول فرض فيه النادي الأهلي كلمته على فاركو وتمكن من السيطرة وإحراز الهدفين بكل اقتدار. كابتن شريف، فوز مستحق الشوط الأول أو تقدم مستحق الشوط الأول بالنسبة للنادي الأهلي؟ الحمد لله، الفريق المستحوذ أكتر، الفريق اللي عنده رغبة دايما أنه يروح على مرمى الخصم، ولكن زي ما أنا قلت لك في أول الاستوديو، الحالة الرمضانية مسيطرة على أداء الفرقتين، يعني الفرقتين خايفين أن هم يعملوا ميز باس كتير وبيلعبوا الكرة السليمة جوه منتصف الملعب، ولكن الناحية الشمال هي الوحيدة بتاعت علي معلول هي اللي شغالة كويس قوي بضغط من حسين الشحات وتحركات محمد شريف في العمق ومحاولة فتح ثغرات دايما لإرسال عرضيات، ولكن مفيش اللاعب اللي في منطقة الجزاء بيحاول يفتح المساحات لعلي معلول أول ما بيوصل وتبقى كرة سهلة. حصلت مرتين وقدر دفاع فرقة فاركو ان هم يطلعوا الكرة دي لكورنر، ولكن كتر المحاولات هي أسفرت عن هدف، وهدف اتلغى كان الكندوسي، وهارد لك يعني الراجل حقيقة شايط شوطة كويسة جدا وعنده رؤية كويسة جدا وابتدى يخش جوه الجيم، خاصة بعد ما خرج كريستو من حكاية أنكر رجله ودينا، وقلنا هنشوف النهاردة طاهر محمد طاهر. أنا بقول لك من دلوقتي الشوط الثاني هتشوفه غير اللعيبة، هتخش في الجيم هتشوف ديانج أكتر من كده كمان، عامل شوط كويس، عامل شوط كويس، ولكن خلاص بقى نفسه بيفتح في الملعب، الثقه بتزيد، كل اللعيبه اعتقد انها عندها تركيز ونفسيه غير الضغوط اللي بتبقى عليك في اول مباراه، فانا شايف ان شاء الله بنتمنى ان الشوط الثاني يكون فيه كوره احسن باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، تقدم منطقي الشوط الاول للنادي الاهلي، لكن فاركو ما حسناش بيه حتى بتهديداته على مرمى محمد شناوي الا في يعني لقطات نادره. وفاركو ما حسيتش بيه ولا دفاعيا ولا هجوميا، يعني النهارده والله يعني ولا فريق بيدافع ولا فريق بيهاجم، هو فريق يعني على حسب على حسب الكوره فين هم بيبداوا يلعبوا، لكن حتى التكتل اللي كان بيعمله مش عارف يدافع، يعني الهجوم بتاعه ما فيش هجوم خالص، الكره الوحيده اللي شالها شناوي بس بتاعت شوقي هي دي بس الغلطه الوحيده اللي حصلت، لكن اللي مخلي فاركو بالشكل ده بزبط. انتشار لعيبه النادي الاهلي هايل النهارده، وبعدين النهارده القندوسي عمل حاجه كنت بقول لك عليها انا خايف منها، لا هو عمل الصح انه دايما شايف مواجه لمدافعين فاركو، عشان كده كل التمريرات القندوسي النهارده الى حد كبير طالعه سليمه وشايف مزبط. كويس قوي التسديده كمان يا ايمن، شوف مكان هو كان فين، يعني اللي هي الهدف اللي اتلغى، بص التسديده هو جاي من نص الملعب جاي فاضي، شايف الشكل كويس قوي وعنده تسديدات كويسه جدا، هو النهارده تمركزه هايل في الملعب، عشان كده النهارده النادي الاهلي ما عندوش اي مشاكل في طريقه لعب فاركو، لان هو طريقه لعب فاركو بالنسبه لعيبه الاهلي مريحه، ولعيبه النادي الاهلي هم عاملين كده مفتحين الملعب كويس قوي، الجبهه اليسرى شغاله بامتياز، كان حسين او علي معلول عاملين جبهه ممتازه، هي اللي عامله تقريبا 90% من خطورتك من ناحيه ده، ما يغفلش الدور اللي عامله محمد هاني عامل دور امتياز النهارده، قطع الكرات ودايما تلاقيه في نص الملعب لما الكره عند علي دايما الكره بتطلع من رجله صح، عشان كده الشوط انا شايف شوط ممتاز لعيبه النادي الاهلي، محمد شريف جاب جول حلو قوي، تحرك كويس قوي، حسين الشحات التايمنج بتاع التمريره هايل، ان لو اتاخر كان هيبقى اوف سايد، الجول شكله حلو، عشان كده انا عاجبني النهارده الشوط الاول من النادي الاهلي هو اللي مخلي شكل فاركو كده، حتى فاركو ولا عارف يدافع ولا عارف يهاجم، زي ما بقول لك ان هو ما عندوش حته ان هو يعرف يهاجم كويس، ارجو الشوط الثاني يبداوا يدوروا على ثالث ورابع لان الفرصه حلوه، الملعب مفتوح كويس قوي، ممكن تعمل سكور كويس قوي النهارده ان شاء الله. صحيح. كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء وكابتن شريف، في شوط مميز للنادي الاهلي وتقدم مستحق طبعا، ولكن الشوط الثاني هنشوف وجود لفاركو في الملعب ولا مش هنشوف وجود؟ هيلعب طارق العشري بنفس الاسلوب؟ هو فاركو عمل عكس ما احنا قلنا في بدايه اللقاء، احنا كنا متوقعين انه هيدافع ويلعب على هجمات مرتده، لا هو ابتدى هو اللي مهاجم. مظبوط. وفعلا حوالي 10 دقائق او ربع ساعه الاهلي ما كانش مسيطر على نفسه، وفاركو كان ما فيش خطوره كبيره على الشناوي، ولكن
مستحوذ، هو اللي بيروح لل 18، هو بعد كده النادي الاهلي سيطر على وسط الملعب، وديانج النهارده متفوق وعامل شوط هايل. صحيح. وزي ما شريفو علاء قالوا نفس الكلام، هي انت الشوط الاولاني تقدر تقول بتاع الجبهه الشمال بتاع النادي الاهلي. صح. علي معلول وحسين الشحات وديانج، وحتى احيانا القندوسي لما بيتحرك بيتجه الناحيه بتاعتهم عشان يلعب معاهم. حسين الشحات وعلي معلول عاملين شغل كويس قوي ناحيه الشمال، هي الخطوره جايه من هنا. الناحيه الثانيه ما فيش خطوره واضحه، يمكن الا غير في الاخر الكره اللي راحت لطاهر ورقص وحطها فوق العارضه. يعني عجبني سيطره الاهلي بعد حوالي 10 دقائق او ربع ساعه على الشوط، بيلعبوا باريحيه، جابوا جونين حلوين، خاصه طبعا الجون الثاني لعبه حلوه من حسين وتحرك كويس من شريف. صحيح. وانهاء الهجمه كمان بين شريف حلو. النادي الاهلي ما عندوش مشكله في الشوط الثاني ان شاء الله، بس يفضلوا بنفس الروح دي والاصرار ان هم يجيبوا هدف ثالث عشان فرقه فاركو ما تخشش في المباراه. صحيح. انا بس عاجبني رزق حمرون برضه عشان ما اخفلش، يعني اللي هو 15 من فرقه فاركو، هو اللي تحس فيه تقل ومتحرك، واللي اسمه احمد فؤاد في نص الملعب، بس ما فيش مساعده كتيره من بقيه الفرقه يعني. صحيح. كابتن عادل، النتيجه طبيعيه لحد الشوط الاول، رؤيتك الفنيه لسير المباراه الشوط الاول يعني الكابتن اتكلموا في التاكتكس كله، بس انا اقول ثلاث اشياء بس هم اللي خلوا النادي الاهلي يتفوق النهارده. اولا اللعب ككتله واحده دي مهمه جدا، اثنين التحرك من غير كوره، ثلاثه التهديف، انك انت ما بتضيعش اهداف كتير في الوقت ده، يمكن اللي بيجي بي بي بيدخل الاجوان وبيشتغلوا عليه كويس قوي، يمكن ممكن تضيع في يجي لك ثلاث فرص تجيب واحده او تضيع اثنين، ودي نسبه عاليه قوي، كانت مشكله عند النادي الاهلي. لو اتكلمنا باستفاضه في التكتيك، حته العمق الدفاعي ما فيش، انت بتلعب كبلوك واحد، علشان كده حته الاماكن ما تلاقي كل لعيبه في مكان، السبورت في الملعب كل اللعيبه كل واحد لما الكره بتضيع منه بنعرف نجيبها دلوقتي بسرعه وبتجيبها في وقت قليل قوي. اللامركزيه في حته المدافعين علي معلول ومحمد هاني، ممكن انا شفت هاني النهارده احسن حاجه كان بيخش نص الملعب، ودي حاجه جميله جدا، يعني دي الكره الحديثه في الوقت الحالي، تلاقي الباك رايت او الباك ليفت بيدخلوا كلاعيبه نص ملعب عشان يزودوا الحته الهجوميه. الحاجه الثانيه المهمه، ياسر ابراهيم ومحمود متولي برضو حاطين اللعيبه تحت عينهم، رغم ان كان في خطا في البدايه ولكن كانت الكره اوف سايد، يمكن دي الوقفه الوحيده اللي كانت غلط. وفي الاخر اقدر اقول لك ان حسين الشحات يعني عايز اقول نضج، او اللي اقول لك عليه افضل، كان متميز برضو الشوط الاول يا مصطفى، هو بقى له فتره من افضل لعيبه النادي، عنده حاجه جديده على حسين، انه دايما دماغه فوق عشان اللعب المباشر، اللعب من لمسه واحده في العمق. جون حمدي فتحي بيراميدز عملها وهو بنفس زي جون النهارده، الثانيه كانت عاليه ولكن دي على الارض، ان هو اول ما بتجي له الكوره بيبص على قدامه، دي حاجه ميزه كان ما كانش في حسين كان الاول بيبص على الارض عشان يعدي من واحد واثنين، لكن حسين دلوقتي اول حاجه بيبص فيها الرؤيه الاماميه. صحيح. عشان كده هتلاقي لعبه كله مؤثر، اول ما تيجي الكوره في رجل حسين الشحات تعرف ان النادي الاهلي يقدر يعمل هجمه مميزه، بس بشرط يتحرك له القادمين من الخلف. ميزه في النادي الاهلي القادمين من الخلف دلوقتي كل اللعيبه بتيجي من تحت، علي معلول، محمد هاني، الكندوسي كمان كان بيجي من تحت، حسين الشحات، طاهر، محمد طاهر لما نزل، محمد شريف، الحته بتاعت التحرك العرضي هايل فيه النهارده، الهدف اللي جابه يعني هداف، يعني واحد متمرس حط الكوره شالها كويس بهدوء. اتمنى التحرك كمان كان كويس قوي، اتمنى من شريف لا، وعمل واحده قبليها عاليه قوي، ما عمل صانع لعب اللي نزل فيها وحطها لعلي معلول. صح. ده القندوسي عملها، القندوسي او القندوسي شحات، ايوه شحات، ايوه، ما ولكن لا، ولكن الكره اللي نزل وحطها دي وراح دي عاليه جدا، يعني دي اكبر دليل انه مركز. صحيح. في حته انه يلعب ويتحرك ويحرز اهداف. القادم في الشوط الثاني لازم اللعيبه رقم واحد يدوسوا على نفسهم شويه علشان يخلصوا المباراه بدري، عشان المباراه اللي بعديها، علشان ما يحصلش اجهاد، عايزين نلعب لعب مباشر، لعب تجاري، عاوز نتيجه تعلى وكل حاجه،
لسه خالص. انا بكلمك عشان كده بقول لك الهدف الثالث. انا قلت لك طارق العاشري ما عندوش البلان رقم اثنين طول عمره. هو حتى يعني طارق بعد الجول الاول لعب نفس الاسلوب. طارق ما بيتدخلش، ما هاجمش، يمكن زي ما قال كابتن سامي طارق ما بيتدخلش، ابتدى بس ضغط 10 دقايق وبعد كده رجع لنص ملعب. طارق بيتدخل في بدايه المباراه انه بيلعب مدافع، النتيجه راحت له هي زي ما هو، النتيجه عليه ممكن يتطور، بس اللعيبه هي من حضرتها اللي بتطور. لكن طارق بيتطور من على الدكه ويبدا في تغييرات ولا لا؟ هو طارق دائما التطوير بتاعته، التطوير بتاعه بيبقى من اللاعبين نفسهم. ان اللعيبه بتحس ان هي متاخره، لكن لو كان على طارق ما بيحبش يتطور وما بيحبش يعمل ريسك. اخر 10 دقائق ممكن طارق العاشري يعمل ريسك ويهاجم علشان يعمل نتيجه كويسه. طارق في المنطقه الدافيه في الوقت الحالي عايز يطلع ب خسارة أقل من النادي الأهلي علشان حتة استمراريته فقط لا غير. ولكن في آخر الأمر أقدر أقول لك إن النادي الأهلي عمل أداء مميز. قلت لك قبل الاستوديو وإحنا في بداية الاستوديو عندنا ميزة، أهدافنا الحمد لله عليت، يعني أنت بتتكلم على نسب التهديف عندك بقت عالية في الوقت الحالي، ودي حاجة مميزة في لعيبة النادي الأهلي، ودي ترجع لكل ضياع الاهداف. وفي ميزه كمان انت محافظ على شباكك نظيفه حتى الان في كذا مباراه ورا بعض، والمنافسه في حته التهديف. ايوه، وانت عندك تهديف متنوع في الوقت الحالي، حسين الشحات ممكن يجيب، حمدي فتحي ممكن يجيب، كهربا ممكن يجيب، شريفي ممكن يجيب، علي معلول ممكن يطلع يلعب البنالتي ويجيب اهداف. هي الحاجه بس اللي اتمناها في الشوط ده هي بدايه اول 5 دقائق من الشوط الثاني ننزل ضاغط علشان تحسس فاركو ان مش يومهم النهارده باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتعزيز الفوز الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.